بالتأكيد يا فارس، وده اللي اتفق عليه آراء خبراء التحكيم، واتكلمنا عن عدم التعمد، درجة التهور، اتكلمنا عن درجات ارتكاب المخالفة. طب تعالوا عشان نعمل كده نغير لون التيشيرت، نغير اللون الأحمر واللون الأصفر ونجيب ألوان أخرى ونروح لرأي آخر في مباراة الزمالك والاتحاد، وتحليل الكابتن ياسر عبد الرؤوف الخبير التحكيمي في قناة نادي الزمالك للقطة طرد رزاق سيسيه، عشان نشوف في محاكاة للأمر وقفنا عند بعض المصطلحات ولا لا. نشوف رأي الكابتن ياسر عبد الرؤوف. احنا عندنا هنا بنتكلم دايما في مراحل المخالفة، بنتكلم في إهمال، تهور، استخدام قوة زايدة، تمام؟ المعايير دي احنا بنتكلم في القوة، بنتكلم في السرعة، بنتكلم في المكان اللي حصل فيه الدوس على القدم، بنتكلم في اعتبارات كتير. هل الاعتبارات دي موجودة عندنا؟ هل انت شايف ان في سرعه؟ شايف ان في قوه؟ شايف يا خالد الرجل مفتوحه قد ايه الفرق بين رجلي الشمال ورجلي اليمين؟ ده بيضعف من القوه. تمام. الحاجه الثانيه، السرعه اللي هو جاي بيها مش سرعه عاليه. الكون برضو ان هو رجليه ما فضلتش مفروده وان هي التانت، ده كل ده بيقلل من القوه. انا بالنسبه لي اللعبه دي من لو قيمناها هنقول دي اقصى مراحل التهور، اقصى مراحل التهور، ولكن انا مش شايف ان هي فيها الشراسه دي، مش شايف ان هي فيها نيه الازاء الحقيقه، انا شايف ان دي اقصى مراحل التهور. ما فهمتهاش، يعني انت مع الطرد ولا مع انذار؟ اقصى مراحل التهور دي يعني انذار. انذار. طيب بنبص على حاله قدامنا. ماشي يا كابتن، بس انت بتقول لي انذار. لا دي مش انذار يا كابتن، دي وجهه خالد. كابتن هات وهيقفل المشي اهي. بس ارجع تاني لو سمحت، ما توقفهاليش، اعملها لي عاديه خالص. ده راجل واحد اتنين خالد، ده واحد واخد خطوتين، واحد اتنين خطوتين مش اكتر من كده، ما فيهمش سرعه، عايز يقطع الكره برجليه، رجليه مش هتنزل الا في المكان ده. كابتن ما لمس كوره. ايوه انا عارف والله، والكره طلعت خلاص من رجليه. ايوه كابتن، ده داخل على القصبه. دخل على القصبه، ولكن هو من البدايه رايح يلعب الكوره، رايح يقطع الكوره، مش رايح بنيه الازاء. ركزتوا مع المصطلحات؟ اقصى درجات التهور. الكابتن جمال الغندور لما قال اقصى درجات التهور قال انذار. الكابتن ياسر عبد الرؤوف في قناة نادي الزمالك في مباراة رفها الزمالك في لاعب مطرود من منافس الزمالك قال ايه؟ اقصى درجات التهور. يا كابتن ده مفيش كورة، ما هو رايح ونزل رجليه لتحت، رايح بقوة اقل وبيلم رجليه، نفس المحاكاة لنفس المشهد. بالتأكيد كل حالة بتبقى مختلفة اكيد عن كل حالة، ولكن احنا بنحاول نقرب لكم الصورة عشان توصل الصورة للبعض. اللي بادئ يتخطى الأزمة التحكيمية اللي حصلت في أول مباراة في الدوري ويقول ما الأهلي كمان بتحصل عنده أزمات تحكيمية. الغريب إن محدش بقى هنا توقف عن فكرة هو الإنذار الأول أصلا لأليو ديانج كان إنذار مستحق. الجميع برضو اتفق على إن الإنذار الأول لأليو ديانج لا يستحق الإنذار. يعني لما تيجي تقيم الأمر حاليا هتقول إن الأهلي لاعب ناقص لاعب اتحرم من لاعب مهم المباراة التالية، وهو أساسا لم يستحق الطرد بإجماع خبراء التحكيم، وبيتقال إن النادي الأهلي هو اللي بيتم مجاملته من الحكام. بس دي ما كانتش اللقطة الوحيدة في مباراة الأهلي والإسماعيلي يا فارس. كان في لقطة تانية في مباراة الأهلي والإسماعيلي، وهي ركلة الجزاء لميكي سوني، البعض برضو اتكلم فيها، ولكن إحنا مش هنسيب حاجة تحكيميا، مش هنسيب حاجة، كل حاجة هتلاقوها هنا لينا وللمنافس، لأن دول الفريقين اللي بيتبارى على الدوري. نشوف آراء خبراء التحكيم وتحديدا الكابتن الشناوي في ركلة الجزاء لصالح الأهلي، عشان عندنا تعقيب مهم. وركلة الجزاء الناس فاكرة في دوس على القدم، مفيش دوس على القدم، هي في شاط الرجل اللي بتتنقل. بصوا يا جماعة اهي، بصوا اهي، هي دي، هو بيجري خد رجل اللاعب خلاص زقال قدام خلاص فقد التوازن، وبص هو بيسقط خلاص، نقل رجله نزلت على غير طبيعتها، على غير الطبيعي اللي هو عايزها، فبالتالي سقط، وبالتالي ركله الجزاء موجوده وقرار الحكم قرار صحيح. هنا بقى البعض حاول يقول ان هي صرخه ورجع مسح كلامه، بس دي مش قصتنا ومش ده اللي هنقف عنده، ولكن بنقف عند ركله الجزاء واضحه وصريحه ومستحقه. احنا ما بنقولش ان احنا ما بنعرفش ننام لو خدنا حاجة مش حقنا، لان احنا فعلا فعلا ما بنحبش ناخد حاجة مش من حقنا، وبنقولش ده شعارات. البعض راح في سابع نومة بعد ما بدأ الموسم بحاجة مش من حقه،
وده برضو اللي لسه هيبقى لنا واقفه معاه. بالتاكيد يا فارس، وعندنا كمان تاكيد من خبير تحكيمي اخر وهو الغندور ولكن الكابتن جمال. نشوف الفيديو. هنا دي ركله الجزاء، محمد عادل زاويه رؤيته كويسه جدا. ايوه. تخليه يشوف. وفي نفس الوقت لم يتردد في احتساب ركله الجزاء، وبعد كده حصل تاكيد من حكم الفار لانه كل القرارات. بص شفت المسك، المسك طبعا ده يعني ايه اهو، الايد اهي اللي باينه قدامنا وادي الايد التانية. خلاص مسك واحده من الاخطاء اللي بيعاقب عليها القانون بركله حره مباشره داخل منطقه الجزاء، ركله الجزاء. اذا واضحه جدا الحالتين اللي حصلوا في مباراه النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي، حاله طرد اليو ديانج انذار مستحق، والانذار الاول لم يكن مستحق، والبعض روج لفكره انه كان يتم طرده طرد مباشر. الحاله الثانيه وهي ركله الجزاء، واعتقد الكابتن احمد الشناوي والكابتن جمال الغندور اتكلموا عن صحه ركله الجزاء، لكن في نقطه مهمه شغلت اراء جماهير النادي الاهلي، وهي فكره ان الكره دي ميكسوني اصر ان هو يلعبها لبيرسي تاو وكان موجود فرصه محققه. الكابتن سمير عثمان تحليله في الموقف ده كان مهم جدا، وبالنسبه لي كان رد طبيعي جدا على التساؤلات دي. قال هو يفضل انك ما تمنحش الفرصه في ركله الجزاء، ولكن كان قايل وانا بتفق مع الراي ده ان محمد عادل حكم المباراه كان واخد القرار وكان شايف افضل من اي فار، وبالتالي لم يكن ابدا سيتراجع في قراره حتى لو الفار استدعاه، لانه شايف الكره كويس. وانا بتفق مع الراي ده، وشايف ان الكابتن محمد عادل بغض النظر عن بعض الفاولات اللي كان ممكن لاعيبي الاسماعيلي يحصلوا على انذارات، ولكن قدم مباراه على مستوى متميز جدا عن مباريات الكابتن محمد عادل السابقه مع النادي الاهلي، مش عشان ان هو منحنا ركله جزاء، لانه في النهايه طرد لاعب من انذار وما كانش عنده انذار مستحق اللي هو الانذار الاول اليو ديانج. ولكن لما بنشوف تطور او تقدم ملحوظ او بعض التركيز من حكم المباراه، احنا ما عندناش مشكله مع الحكم، احنا نتمنى عداله تحكيميه ونتمنى نشوف ده في جميع المباريات مع جميع المنافسين مش فقط مباريات الاهلي.